نحن الآن في الثورة الصناعية الرابعة. عمركم سمعتوا عن النانو؟ إيش ممكن تتخيلوا حنقدر نطبع في بيوتنا؟ إيش ممكن تستخرج من الهواء؟ ما ينفع نتكلم عن التكنولوجيا إلا ولازم نتكلم عن الروبوت والروبوتكس. التكنولوجيا هل هي خطر؟ نتكلم عن أشياء حتحصل خلال 15 سنوات الجاية. إحنا هنا في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض. إحسان من المستقبل. كسرته؟ إحسان من المستقبل الجزء الثاني غداً 6:00 بتوقيت بغداد على MBC العراق. رمضان يجمعنا، بس خليك بالبيت.